عن تأثير مباراة في السوشيال ميديا. تمام. الجماهير شايفاها ازاي؟ انت طبعا ادرى مني في السوشيال ميديا رواد، فقول لي الجماهير شايفه المباراه ازاي؟ ايه الاختلاف اللي هم شايفينه؟ ايه حلاوه القمه ال 117؟ طيب نتكلم الاول، لا صوت يعلو فوق صوت القمه. ايوه بقى. الجمهور طبعا بالنسبه له الديربي يظل في كل الاحوال، الزمالك فنيا حالته كويسه، الزمالك فنيا حالته متوسطه، تفضل مباراه القمه واخده طابع هي العيد الكروي بتاع كرة القدم في مصر. تمام. طبعا حابب أقول حاجة بس في البداية، البرنامج أو الحلقات الخاصة بماتش القمة هي اسمها القمة 117. تمام. كون اسمها القمة دائما إن أنت هتقابل منافس، هو المنافس التاريخي ليك شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احترامنا لنادي الزمالك، كرة القدم في العالم كله هي منافسات بين الدربيات، طبيعي يبقى فيه بين الجمهور مناوشات، ولكن تظل متعتها في ان هي لا تتحول لفكره عداء او ان حد يبدا أو يضر التاني. جميل قوي. وده الروح اللي مسيطره، انا شايف لحد دلوقتي الامور متزنه جدا على السوشيال ميديا على فكره. وطول عمرها طبعا طول عمرها. رغم الشحن اللي حاصل، بس لا، الناس فعلا واخده الامور المره دي بالحتت الفنيه اكتر وبهدوء وباتزان، وده حاجه مؤشر كويس جدا، وان شاء الله نحافظ عليه كلنا، كل من في المنظومه الرياضيه ان شاء الله نحافظ عليه. اكيد. كيشو زي ما قال فارس كده في نهايه كلامه، ان دلوقتي السوشيال ميديا بصراحه يعني في نضج غير طبيعي، يعني احنا كنا غلطنا بصراحه في الماتش اللي فات اللي هو انهى سلسله اللا هزيمه للاهلي في القمه. كنا احنا بدخلنا شويه القمه بغرور، اللي احنا كنا عاملين ارقام قياسيه كبيره جدا الموسم اللي فات، فكنا داخلين حتى على السوشيال ميديا وصلنا انطباع ان احنا خلاص احنا كسبين الماتش ومش فارق معانا الماتش، لكن دي كانت غلطه تداركناها المره دي. وبصراحه يعني انا مش شايف اي غرور او اي، لا احنا بنتعامل مع المنافس انه راجل او فريق محترم، فريق عنده تاريخ، والقمه المره دي متكافئه جدا جدا لابعد الحدود بصراحه، ان الفريقين عندهم يعني فريق نقطه، ان انت منتهى التنافس، حتى ما فيش فتره طويله جدا، ما فيش دخلنا الديربي واحنا الزمالك متقدم، يبقى فرق نقطه. كيشو ربنا يسمع منك، يبقى فرق نقطه، وفرق نقطتين يعني لغايه دلوقتي. لا ان شاء الله يبقى فرق نقطه ليه، يعني الثقه بقى في فرق بين الثقه والغرور اكيد. دايما النادي الاهلي مش مغروره، احنا كلنا كناس منتمين للنادي الاهلي دايما بنتكلم بثقه. كنت لسه بتكلم مع كابتن كبير ربيع ياسين، بنتكلم قد ايه احنا واثقين في الفريق، دي حقيقة. قد ايه الفريق دايما طب. حتى كلام مؤرخ كمان ان طب. انت طول ما انت واثق في فريقك هو مش مخذلك ابدا. فمش عايزين نقول بقى غرور، او احنا من كتر الثقه ممكن تتكلم يعني. لا هو طبعا هو التاريخي يعني يجعلك تغر شويه، لكن انت استاذ تواريخ بقى يعني. لكن الـ بصراحه يعني في مؤخرا يعني حاله نضج غريبه بصراحه، يعني الناس واثقه في فرقتها، بس بتتكلم ان لا احنا محترمين منافس بالزبط. محترمين ان هو المباراه دي ان شاء الله هتبقى حاسمه في مسيره الدوري، وان شاء الله نفوز بيها ان شاء الله يعني. تمام. لو عايزين ندخل في نهايه المباراه، ولا عايز تتكلم شويه عن السوشيال ميديا؟ لا نتكلم في حاجه، نبدا بقى نناقش مختلف. مختلف في حته ان المباراه حاسمه. انا شايف ان احنا ما ينفعش ندخل المباراه بتفكير انها حاسمه، المباراه مهمه جدا ومؤثره بس مش حاسمه. انا لسه عندي 11 مباراه في الدوري ب 33 نقطه. انا اختلف معاك برضو في حته. تمام. مش هسيبك كشوه. هو من اول ما جه اساسا القناه وهو من دي كتفي كده. قول لي 11 مباراه 33 نقطه. الاهلي اصلا جه من بعيد، كان عندنا مؤجلات، قدرنا توازن بعد الهزيمه من بيراميدز، احنا قدرنا 9 مباريات ب 27 نقطه حققناهم، فده مقياس كل مباراة مؤثرة. ما نقدرش نعتمد ان المباراة دي حاسمة، وما ينفعش ندخلها بفكر ان هي مؤثرة ولكن مش حاسمة. انت ممكن تكسب الزمالك وترجع تتعثر الماتش اللي بعده. احنا رجعنا من الخروج من امام الوصل في البطولة العربية تعثرنا قدام المقاولين، مع ان احنا كنا فاكرين السبيريت بتاع الفريق المفروض لا احنا هنبدا خلاص راجعين مركزين في الدوري وبتاع، بدانا نتعثر. ما ينفعش نستهين بمباراة. ما ينفعش نستهين بمباراة، فاعتقد ان نتعامل مع المباراة مؤثرة وليست حاسمة. تمام. هو فكره ما كنتش مختلف معايا. لا انا ما كنتش مختلف اصلا، انا فعلا يعني بعكس اللي اصلا قلت كده مباشره بعد نهايه المباراه اللي فاتت للاهلي، ان احنا قلنا ان احنا فعلا المباراه دي هي بتكلم في حاسمه في ايه، ان انت نفسيا طبعا لو احنا ان شاء الله النتيجه ايجابيه للاهلي هتكون المباراه انت بتديك دفعه يعني لاي اللي يفوز، يعني طبيعي اللي يفوز نتمناه الاهلي، يعني اللي يفوز هتديه دفعه ان هو خلاص قرب للدوري، حتى لو كان نظريا فعلا المباراه لو انت اتكسبت وبعد كده تعادلت بعد كده خلاص ما عملتش حاجه.
لكن ان شاء الله تكون حاسمه في فوز الاهلي الدوري ان شاء الله. هقول لك انا بقى موضوع حاسمه ومؤثره. تمام. احنا كلاعيبه اهلي او انا طبعا كان ليا الشرف ان انا انضميت لاهلي حتى لو فتره قليله، لكن كل المباريات يا فارس يا كيشو كنا بناخدها مباريات حاسمه وليست مؤثره. كنا بناخد الماتش من اول الدوري ان ده اللي هيجيب لنا الدوري. تاني الماتش هو ده اللي هيجيب لنا. وعشان كده الاهلي 40 كل المباريات مظبوط طبعا طبعا. دي فلسفه البطل على فكره في دوره رمضانيه طبعًا. حتى لو رايحين نلعب ماتش ودي هو نفس الروح ونفس الاصرار ونفس العزيمه ونفس الشكل بتنزل اي مباراه. خلي بالكم يا جماعه دي مباراه حاسمه مفيش مباراه. حابب اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. مستر مانويل جوزيه كان جوزيه مورينو اتكلم في حته ان هو عنده فلسفه انه بيفضل يضغط على مجموعه اللاعبين اللي معاه في مختلف البطولات لحد ما بيبقى بشكل او باخر بيحرقهم. هو حتى كتب كده. فانا كان بالنسبه لي بشوف ده عمليا مستر مانويل لحد نهايه الموسم بيكسر بيلعب باللعيبه الاساسيه عشان يكسر ريكورد. انا كنت شايف ان احيانا الريكورد ممكن ما يكونش ده اهم حاجه على حساب ان انا بلعب في كذا بطوله. فحاولت اوصل لاجابه السؤال ده، وصلت لاجابه كويسه جدا من خلال مستر مانويل. مستر مانويل كان بيحاول يوصل للاعبين دايما ان كل الفرق لازم بتلعبها بكل طاقتك بكل قوتك بكل احترامك ليها. فكره ان انا اريحك ان انت بعد ما حسمت البطوله بدات تريح بفتره كبيره جدا، ده هياثر على بطولات تانية وهياثر على عقليه ان انا كل مباراه بنزلها باقوى حاجه عندي باقوى فكر ان انا لازم احقق البطوله. ودي فلسفه انا بحترمها جدا. لازم يبقى في روتيشن ومدوره، بس مش على حساب ان انا ابدا احسس الفريق ان في ماتش مهم وماتش مش مهم. برافو عليك. بس فايز برضو. بس معلش بقى اختلف انا معاك المره دي. لا احنا هنختلف وفي النهايه هنعمل لبعض بلوك. لا لا حبيبي بس. واللي فرحان طبعا احمد اسامه هو اللي مسخننا. لا سواء الفكره اللي هو طبعا هو كان معتمد على الجيل الذهبي طبعا، بس في نفس الوقت اكيد كلنا فاكرين في 2007 ريح الفريق واصلا بالعكس ده كسر ريكورد. يعني هزيمه الاهلي في 2007 من الزمالك 2-0 خلت الاهلي كان المفروض اخر هزيمه فعليه منه من الزمالك كانت 2-1 اللي هي في اخر ماتش في الدوري 2003-2004. بعدها الهزيمه الاخيره اللي هو لولا الهزيمه دي كان الاهلي يقعد 24 او 25 ماتش، باعتبار انه لو مفاز لو خسرش الماتش ده هيقعد 25 ماتش، وده ريكورد تاريخي ما حصلش. مزبوط. يعني الريكورد كان هيبقى هو دلوقتي الريكورد 16 ماتش، لكن لو هو لولا ان هو اصلا فضل مصلحه الفريق على ان هو يكتب رقم قياسي لنفسه برده، لانه يعتبر ده لنفسه هو، وبعدين اصلا هو سبحان الله برده هو عشان هو ريح الفريق جم بعد كده اخذوا رقم قياسي ثاني 5 فوز متتالي. يعني برضه هو هو ادى رايح الفريق منهم كان بدايتهم اللي هو في كاس مصر، كاس مصر اللي كان بعديه على طول بعد ما رايح الفرقه. يعني ادافع عنك ولا تدافع انت؟ لا ندافع مع بعض بقى. ندافع مع بعض. طب ادافع انت ولا ادافع انا الاول؟ لا انا بتكلم على فكره البطولات. مستر مانويل ما كانش بيفرق، ما بيحسكش ده ماتش مهم وده مش بطوله مهمه. انا بتكلم خلال المسابقه نفسها. يعني انا بتكلم فكره الروتيشن. لو انت بتبص دلوقتي بتحس ان جوه البطوله نفسها. انا مش بتكلم بعد ما انت حسمت خالص. لا بعد حسمت خالص. انا بتكلم فكره ان هو بيضغط في كل المباريات بنفس القوه. في فلسفه كتيره للمدربين. المدربين اللي كان ماسك المباراه. فالمقصود حضرتك خدت بالك انا قصدي ايه جدا. هو كان بيعتمد على فكره انا ما بحسش دايما بيتعمل الروتيشن في ماتش. انا حاسس ان المباراه دي اسهل شويه، الجبهه دي ممكن مش احتاج العب بافضل مثلا لاعب فيها عندي، ممكن ادخل بديل. مستر مانويل لحد ما يحسم البطوله يعني خلاص، يعني معلش يعني فحت رد ادي مفيش خلاص. انا المنافس اللي هيجي لي هقطعه. فدي كان انا بحترم الفلسفه دي على فكره في اي مدرب. دي حقيقه. ازاي السوشيال ميديا